السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل لكم الفشار بطريقة جديدة، طريقة الجارة السورية. قصادنا اهي حلة فاضية، علشان دي بعد كده هحط فيها الفشار. الجارة السورية واحدة كانت قالت ان جارتها السورية عملت الفشار بالطريقة اللي انا هعمل بيها دلوقتي الفشار. ادي كوباية الفشار اهي. طبعا الواحد بيصور بقى بايد واحدة، طبعا الواحد شغال بايد واحدة مش مالك قوي، بصور بايد التانية. الكاتل عندي كل ما اجيب كاتل يبوظ، فبغلي مية في الكنكة وبوريكو. ادي كوباية الفشار اهي، وادي قصادنا كوباية الفشار بوريها لكم اهي. تمام. نوعية الفشار ديت مع اني بجيبها من راجل كويس، لما اجي احط الفشار في الزيت على طول وكل مرة بعمله بالطريقة دي وبيطلع حلو، بس لقيت نصه بيبوظ. فقلت اجرب طريقة الجارة السورية، اللي هي واحدة قالت قبل كده ان جارتها السورية عملت الفشار، انها بتغلي مية وبتسلق ذرة الفشار لمدة ربع ساعة. المية بتغلي ونحط ذرة الفشار، والمية المغلية ديت نعد ربع ساعة يكون ذرة الفشار اتسلق. في بقى ظاهرة علمية في ذرة الفشار اسمها بوبينج. حبة ذرة الفشار لما بتنفجر، بتنفجر ليه؟ الصوت اللي احنا بنسمعه ده صوت ايه؟ صوت انفجار حبوب ذرة الفشار. جوه كل حباية في مية قليلة جوه مع الحرارة العالية. طبعا انا بتكلم لما نحط ذرة الفشار في الزيت مش في مرحلة السلق، بتنفجر حباية الذرة لان بخار المية بيخرج فجأة يحطم غلاف حبة الذرة، بتنقلب حبة الذرة للخلف كرد فعل طبعا على خروج البخار المفاجئ منها، وبتتحول للفشار. قصادنا اهي المية بقى بتغلي، هناخدها ونحطها في الحلة. قبل منها هنحط الذرة وبعدين هنحط المية المغلية ونحسب الوقت ربع ساعة. هنخلي الذرة تغلي ربع ساعة عشان تتسلق. وده الغريب بقى في الموضوع، لما نيجي نطمن عليها ونبص لسه حاطينها مع ان المية مغلية، بس انا هحسب الوقت من اول ما تغلي زي دلوقتي كده. هبتدي احسب الربع ساعة. ربع ساعة نسيبها تغلي وبعدين نطفي وبعدين ناخدها ونصفيها من المية بتاعتها. ادي مصفى هنصفيها هي، بس طبعا عشان انا شغال بايد واحدة فمش هعرف اصفيها قوي، فهجيب معلقة واخد الذرة عشان مش مالك، الواحد شغال كده يعني خايف لا يتدلق مني مش مالك، وبحطها في الصفاية عشان اضمن انها تتصفى تماما من المية. خلاص خلصنا. طبعا كان الله في عون اللي بيعمل حاجة يصور بايد ويشتغل بايد، عملية صعبة جدا. سبتها شوية لغاية لما المية اتصفت، وبعدين هاخدها واحطها في الحلة اللي انا هعمل فيها عملية الفشار. تحويل بقى الذرة لفشار، بنحط شوية زيت عادي بقى كأنك بقى جايب الذرة اللي هي الناشفة دي اللي هي غير مسلوقة، وهنحطها بقى، بس الفرق ان دي مسلوقة عشان نشوف حكاية الجارة السورية ايه معانا بالظبط. حطينا شوية زيت في الحلة وخلاص صفينا الذرة دي، ذرة مسلوقة على فكرة، دي ذرة مسلوقة زي ما شوفنا قبل كده. واخدها بقى احطها على النار، بس المشكلة انها بتغيب اوي 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 عقبال ما يحصل الانفجار لحبيبات الذرة. غابت اوي وخدت وقت طويل اوي اوي لما زهقت، بس هي نوعية الذرة ما كانتش حلوة قوي فاضطريت اجرب الطريقة دي. طيب ايه فوائد بقى الذرة الفشار؟ زي ما هنشوف دلوقتي، اهم فايدة للذرة الفشار ان حنفي وبيلا بياكلوه، لان لو ذرة صحيح مش هيعرفوا ياكلوه. هما ما بياكلوا الدنيبة او الفلارس او البلاكم، دي الحبوب الرئيسية في التغذية،
او حتى الدخن بيقشروه حريفة ما شاء الله بالمنقار كده، يمسك الحبات الصغيرة دي قشرها زي اللب كده وياكل اللي جواه، يرمي القشر مع ان القشرة خفيفة جدا وضعيفة جدا، لكن ما شاء الله حريفة، يرموا القشرة وياكلوا الحباية اللي جوه. الذرة الفشار بقى بياكلوه بقى، مش هيعرفوا ياكلوا الذرة العادية. دي اهم فايدة للذرة الفشار. طب في فوائد تانية؟ في فوائد تانية. ذرة الفشار بتحتوي على نسبة عالية من الالياف، مفيدة لمرضى السكر، وكمان مفيدة للي عندهم الحمام بيتعمل بصعوبة. موجود فيها فيتامين ب، فيها بعض المعادن زي الحديد والزنك والمغنيسيوم. السعرات الحرارية اللي فيها بتبقى قليلة، فيها نسبة من البروتين، وزي ما قلنا الالياف ديت بتاعتها بتقلل عملية امتصاص السكريات، فعشان كده مفيدة لمريض السكر لانها بتبطئ امتصاص السكر. والناس اللي عندهم ضغط عالي ما يحطوش ملح كتير، ان شاء الله ذرة الفشار بتساهم في خفض ضغط الدم العالي. الالياف الموجودة في الذرة برضو ليها فايدة كمان، انها بتخلصنا من الكوليسترول المتراكم على جدار الاوعية الدموية والشرايين، وبالتالي مفيدة لصحة القلب. وزي ما قلنا قبل كده الجماعة اللي عندهم امساك بتنظم حركة الامعاء وبتنظم عملية الهضم. كمان الفشار فيه بعض مضادات الاكسدة اللي بتكافح علامات الشيخوخة والتقدم في السن. طب هل في اضرار للفشار؟ الملح يبقى قليل عشان الناس اللي بيشتكوا من ضغطهم عالي. الافضل لما تعملوه بزبدة مش بزيت، وهو طبعا الفشار طعمه لذيذ بيحبوه الكبار والصغار. في النهاية شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.